السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تامر؟ وصلنا يا مس في مادة التاريخ إلى الدرس الثاني، المظاهر الفكرية والحضارية في الدولة العباسية. اليوم نأخذ عن المفكرين والعلماء والمترجمين وطبعا الكتاب العباسيين الذين ظهروا في العصر العباسي سواء المسلمين أو غير المسلمين. طبعا اهتمت الدولة العباسية بالعلم وبناء المدارس باهتماما كبيرا، وسبب في ذلك أنه ظهر عدد كبير من العلماء والمفكرين المسلمين أو غير المسلمين، وأيضا أصبح هؤلاء العلماء يقومون بترجمة ونقل العلوم ومعارف الأمم الأخرى وترجمتها إلى اللغة العربية، ترجمة معناها يعني إلى اللغة العربية، وهذا ساعد على تطور الحياة الفكرية في الدولة العباسية وتطور العلوم وظهور المدارس والمكتبات وأيضا ظهور العلوم بأنواعها وظهور الترجمة وازدهار العمارة. الآن يا مس بداية نتحدث عن أسباب اهتمام العباسيين بالعلم وبناء المدارس. إذا في عنا سؤال بداية الدرس، علل اهتمام العباسيين بالعلم وبناء المدارس. السبب في ذلك: واحد، ظهور عدد كبير من العلماء والمفكرين. اثنين، ازدهار حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغات العربية، يعني قاموا بنقل العلوم والمعارف من الأمم الأخرى إلى اللغة العربية. الآن المدارس في الدولة العباسية كانت نوعين. أول نوع هي المدارس أو المدرسة النظامية في بغداد التي أنشئت أو سميت بهذا الاسم نسبة إلى نظام الملك الوزير السلجوقي الذي أنشأها، لذلك سميت المدرسة النظامية. وكانت هاي المدرسة بتوفر المسكن والمأكل والطعام والشراب للطلاب، وكانت تقوم بتدريس القرآن والحديث واللغة العربية والفقه والأدب والشعر والعلوم الرياضية لطلبتها. النوع الثاني المدرسة المستنصرية التي أنشئت أو أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله في بغداد، لذلك سميت المدرسة المستنصرية، وكان يدرس أيضا فيها القرآن والفقه والرياضيات والطب والصيدلة. واضح؟ إذن في عنا سؤال في المدارس في العصر العباسي، أهم المدارس في العصر العباسي، اكتبوا بس ما هي أهم المدارس في العصر العباسي. أولا المدرسة النظامية في بغداد، طبعا هاي المدرسة أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك. إذا عرف هنا سؤال، عرف المدرسة النظامية في بغداد، شو تعريفها؟ هي مدرسة أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك، وكانت تؤمن أو توفر المسكن والمأكل للطلاب، وتدرس القرآن والحديث واللغة العربية والفقه والأدب والشعر والعلوم الرياضية. أيضا المدرسة المستنصرية، عرف المدرسة المستنصرية، من اسمها مستنصرية يعني أنشأها الخليفة العباسي المستنصر بالله في بغداد، وكان يدرس فيها مثل ما كان يدرس في المدرسة النظامية، لكن كان أيضا يدرس فيها الطب والصيدلة وأيضا الفقه والقرآن والرياضيات والصيدلة والطب. الآن بالنسبة للمكتبات، ظهرت المكتبات وتطورت في العصر العباسي نتيجة لانتشار العلم والمعرفة في العصر العباسي وظهور المفكرين والعلماء والأدباء، فأصبحت المكتبات ظاهرة في المجتمع العباسي،
وكانت المكتبات في الدولة العباسية تصنف إلى نوعين: المكتبات الخاصة بالخلفاء وطبعا والوزراء والأمراء والعلماء والأدباء. هاي المكتبات كانت تسمى مكتبات خاصة لأنها بتكون خاصة بالخليفة أو بالوزير أو بالأمير أو بالقائد الجيش أو بالعالم أو بالأديب. لكن المكتبات التي كان يرتادها عامة الناس للمطالعة وتلقي العلم والمعرفة كانت تسمى المكتبات العامة. ومن أشهر المكتبات العامة التي ظهرت في العصر العباسي هي مكتبة بيت الحكمة التي أنشئت في بغداد في عصر هارون الرشيد. إذن ما هي أنواع المكتبات في العصر العباسي؟ أولاً المكتبات الخاصة وهي مكتبات، عرف المكتبات الخاصة، هي مكتبات خاصة بمين؟ بالخلفاء العباسيين والوزراء والأمراء والقادة والعلماء والأدباء. النوع الثاني هي المكتبات العامة وهي مكتبات أنشئت، بس اكتبوا هي انه عشان تعرف انه لها تعريف، لازم نعرف تعريف المكتبات الخاصه وتعريف المكتبات العامه. المكتبات العامه انه هي مكتبات انشئت لعامه الناس لتسهيل سبل المطالعه لهم. طبعا هاي المكتبات، اشهر المكتبات العامه، ما هي اشهر المكتبات العامه؟ عينوها مكتبه بيت الحكمه في بغداد. الآن بالنسبة للعلوم التي ظهرت في الدولة العباسية، ظهرت العلوم بنوعين: العلوم الدينية والعلوم الأدبية. العلوم الدينية من اسمها علوم دينية، يعني خاصة بالحديث النبوي وخاصة بالقرآن وخاصة بالتفسير والفقه. بينما العلوم الأدبية كان لها عدة أنواع عند العباسيين، عفواً يعني في الدولة العباسية كان لها عدة أنواع، تقريبا 6 أنواع. أول هذه الأنواع اللي هو علم الكلام. هذا العلم كان يثبت ويضع الحجج لإبعاد الشبهة عن الدين الإسلامي، لأنه كان في كثير من الناس يحاولون تشويه الإسلام واللعب بمعاني هذا المنهج الإسلامي. لكن علم الكلام كان يأتي ويدافع عن العقيدة ويثبت العقائد الدينية ويضع الحجج عليها. وأول من وضع أسس هذا العلم هم المعتزلة، والمعتزلة أسسها واصل أو قائدها ورئيسها واصل بن عطاء. طبعا المعتزلة هي جماعة اهتمت بعلم الكلام، ظهرت في آخر العصر الأموي في البصرة وازدهرت في العصر العباسي. بالنسبة للعلوم الأدبية، النوع الثاني من العلوم الأدبية علم النحو، وهو علم خاص بقواعد الإعراب. ومؤسس علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، هو مؤسس علم النحو ووضع النقوط على وضع النقاط على الحروف. إذا من وضع النقاط على الحروف؟ هو أبو الأسود الدؤلي، أخذته بالصف السابع في مادة التربية الإسلامية. النوع الثالث من العلوم الأدبية المعاجم. هاي المعاجم كانت طبعا تساعد الناس في معرفة المعاني المصطلحات والكلمات. وأشهر من وضع هذه المعاجم العربية، أو أول معجم لغوي أو لغوي أول معجم لغوي في العصر العباسي، هو الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي له كتاب العين. إذن كتاب العين هو أول معجم لغوي في العصر العباسي، هو كتاب العين للفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي. بالنسبة للشعر، الشعر أيضا كان هناك ظهر عدد كبير من الشعراء في العصر العباسي، أشهرهم أبو الطيب المتنبي وأيضا أبو العلاء المعري والبحتري. هؤلاء أشهر شعراء أشهر شعراء دولة العباس أو الدولة العباسية. بالنسبة للنثر،
أشهر الأدباء وكتاب النثر هو الجاحظ، من أشهر الكتاب وأدباء النثر. بالنسبة للترجمة، الترجمة هي مش نقل كلمات معاني كلمات، لا، لأنه بصير عندنا خلل في المعنى، هي نقل معنى من لغة إلى لغة أخرى. إذن هي تعني نقل الكلام بمعنى من لغة إلى لغة أخرى. وطبعا من أشهر المترجمين اللي ظهروا في الدولة العباسية هو حنين بن إسحاق، وهو مترجم مسيحي، وأيضا ثابت بن قرة الحراني، أيضا من أشهر مترجمين بني العباس. واهتم طبعا في عنا فسر اهتمام العباسيين بالترجمة من أجل نقل العلم والمعرفة للدولة العباسية، أكيد من أجل نقل العلم والمعرفة للدولة العباسية. خلينا نرجع للعلوم ونعين الأشياء المهمة لازم تركزوا عليها في الامتحان. أولا، ما هي أنواع العلوم في الدولة العباسية؟ ما هي أنواع العلوم في الدولة العباسية؟ أولا العلوم الدينية، اثنين العلوم الأدبية. بالنسبة للعلوم الدينية اللي هي التفسير، علم التفسير والحديث والفقه، هاي بنسميها علوم دينية. بالنسبة للعلوم الأدبية ظهرت على عدة أنواع. في عنا سؤال، ما هي أنواع العلوم الأدبية عند العباسيين وليس الأمويين؟ خطأ. أشهر أو ما هي أنواع العلوم الأدبية التي ظهرت عند العباسيين؟ أولا علم الكلام، طبعا ما بدي تحفظوا لي معنى علم الكلام، بس بدي تعرفوا المعتزلة أنه هي جماعة اهتمت بعلم الكلام، ظهرت آخر الدولة الأموية في البصرة وازدهرت في العصر العباسي. بس اكتبوا لي ورئيسها واصل بن عطاء، واضح؟ ورئيسها واصل بن عطاء. بالنسبة لعلم النحو، إذا واحد علم الكلام، اثنين علم النحو. علم النحو يعني هو علم يبحث في قواعد الإعراب. الآن مؤسس علم النحو هو الفراهيدي، هو أبو الأسود الدؤلي. مؤسس علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. بالنسبة لأبو الأسود الدؤلي هو أيضا وضع النقاط على الحروف. إذا عينوا معي علم النحو، إنه هو من هو مؤسس علم النحو؟ هو أبو الأسود الدؤلي الذي وضع النقاط على الحروف. الآن تعريف علم النحو مهم جدا 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 جدا، والمعتزلة فوقها. العلم النحو هو علم يبحث في قواعد الإعراب، ومؤسس مين؟ أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي. الآن بالنسبة للمعاجم، إذا واحد علم الكلام، النوع الثاني من العلوم الأدبية علم النحو، ثلاثة المعاجم. المعاجم اللي هو من هو طبعا أول معجم لغوي في العصر العباسي. أول من هو أو ما هو أول معجم لغوي في العصر العباسي؟ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، له كتاب العين. كتاب العين للخليفة كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. الآن بالنسبة للشعر، أربعة الشعر. بس قبل أن نحكي عن الشعر بدك تكونوا عارفين علم النحو تعريفه، هو العلم الذي يبحث في قواعد الإعراب. بالنسبة للشعر، إنه ازدهر الشعر في العصر العباسي، ومن أشهر شعراء العباسيين هو المتنبي وأبو العلاء المعري، هم من أشهر شعراء الدولة العباسية. بالنسبة للنثر، تنوعت الكتابة النثرية في العصر العباسي لكثرة العلوم والفنون. طبعا من أشهر الأدباء وكتاب النثر هو الجاحظ، بس عينوا ما عند النثر. من أشهر الأدباء وكتاب النثر هو الجاحظ. الترجمة، عرف الترجمة، هي نقل الكلام بمعنى من لغة إلى لغة أخرى.
وبالنسبة للمترجمين إنه أشهر المترجمين الدولة العباسية، واحد ثابت بن قرة الحراني، اثنين حنيد بن إسحاق. طبعا في عندنا سؤال فوق المترجمين: اهتمام الخلفاء العباسيين بالترجمة من أجل نقل، اكتبوها، من أجل نقل العلم والمعرفة للدولة العباسية، من أجل نقل العلم والمعرفة للدولة العباسية. واضح يا ماس؟ إذا كمان مرة نعدد العلوم الأدبية التي ظهرت عند العباسيين: أولا علم الكلام، اثنين علم النحو، ثلاثة المعاجم، أربعة النثر، خمسة الترجمة. وضروري تعرفوا أنه من هو مؤسس علم النحو؟ هو أبو الأسود الدؤلي الذي وضع النقاط على الحروف، وتعرفوا معنى المعتزلة ومعنى علم النحو. ضروري تعرفوا أول معجم لغوي في العصر العباسي هو كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. وضروري تعرفوا لي عند النثر أنه أشهر الأدباء وكتاب النثر هو الجاحظ، طبعا هاي عند النثر. أشهر الأدباء وكتاب النثر هو الجاحظ. الترجمة هي نقل الكلام بمعنى من لغة إلى لغة أخرى، فكان من أشهر المترجمين هو ثابت بن قرة الحراني وحنين بن إسحاق. الآن وصلنا للعلوم التطبيقية أي العملية. العلوم التطبيقية مثل الطب. الطب أشهر أطباء العصر العباسي كان الرازي والزهراوي وابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأيضا ابن سينا. وطبعا وظهر أطباء طبعا غير مسلمين مثل الطبيب بخت يشوع بن جورجس طبيب الخليفة هارون الرشيد، والطبيب بخت يشوع بن جبرائيل طبيب الخليفة المتوكل. أيضا عندنا ظهر ابن النفيس وهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. إذا بالنسبة للطب في عندنا سؤال عليه: اذكر أسماء أشهر أطباء العصر العباسي. اذكر أسماء أشهر أطباء العصر العباسي. أولا عينوا معي: الرازي والزهراوي وابن النفيس وابن سينا. اثنين بخت يشوع بن جورجس طبيب الخليفة هارون الرشيد، وبخت يشوع بن جبرائيل طبيب الخليفة المتوكل. ثلاثة ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. الآن وصلنا من العلوم التطبيقية أيضا علم الفلك. طبعا علم الفلك أنه أصبح علم عملي استقرائي يعتمد على الملاحظة والمقاييس العلمية، وهو مبني على الحسابات الفلكية المستندة على الرياضيات، وبذلك استطاعوا أن يعطوا تعليل علمي لحركة الكواكب والأجرام السماوية. الآن وصلنا يا مس للعمارة في الدولة العباسية. زي ما أنتم شايفين بالصورة، هنا جامع ابن طولون، وهنا مسجد الملوية في سامراء أي في العراق. هؤلاء المساجد تطورت العمارة تطور ملحوظ مؤثرا بالفن الفارسي. السبب في ذلك أن الخلفاء العباسيين وكبار رجال الدولة اهتموا ببناء المدن والمساجد والقصور المزينة بالرسوم والزخارف من الداخل والخارج. إذا في عنا سؤال: علل عند العمارة في الدولة العباسية. علل: تطورت العمارة في الدولة العباسية تطورا ملحوظا وتأثرت بالفن الفارسي. السبب في ذلك اهتمام الخلفاء العباسيين وكبار رجال الدولة ببناء المدارس والمساجد. إذن
كمان مرة علل، تطورت العمارة في الدولة العباسية تطور ملحوظ وتأثرت بالفن الفارسي. سبب في ذلك اهتمام الخلفاء العباسيين وكبار رجال الدولة ببناء المدن والمساجد والقصور الفخمة المزينة بالرسوم والزخارف من الداخل والخارج. وهيك يا سابع بيكون أنهينا الدرس. حلو أسئلة الدرس ويعطيكم ألف عافية.